ومن العلامات الصغرى للساعة كثرة المطر وقلة النبات. ولذا في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا. ويؤيده ما جاء عند مسلم: ليست السنة، يعني ليس القحط، ليست السنة ألا تمطر. لا شك أننا إذا لم نمطر هذا قحط، لكن يقول القحط الأعظم أن يكون هناك مطر ولا يحصل خير وبركة من هذا المطر. قال: ليست السنة ألا تمطر، ولكن السنة أن تمطر، وتمطر ولا تنبت الأرض شيئا.